الكاركترستكس بتاعت الفاميلي هيلث دي بقى حوالي 10 ايتم المفروض ان هم يتعملوا عشان خاطر اقدر اقول ان انا عندي صفات مرغوبة او محبوبة في الفاميلي هيلث كير سيرفيسز. طيب اول نقول اول حاجة ان هي based on best scientific evidence available، افضل حاجة مستخدمة طبية في تقديم الخدمات دي لازم يكون هو اللي انا بستخدمه. لقينا ان الـ ORS هي احسن حاجة موجودة فاستخدمناها based on best scientific evidence available. كمان ان هي developed a comprehensive approach by using understanding of human. يعني الكلام ده باختصار معناه ان اعتمد في تطوير البرايمري هيل او الفاميلي هيلث سيرفيسز على زياده الوعي بتاع الاسره ومدى التطور بتاعها، وان دلوقتي معظم الناس بقت متعلمه فبتتقبل فكره ان الست تروح تتابع عند او تروح تتابع عند طبيب اسره وتروح بالطفل بتاعها كل شهر او كل فتره. فبقى فيه understanding وبقى فيه family development. كمان ان الفاميلي هيلث لازم تكون بيسموها respect ideas and concern، respect ideas and concern and expect of patient about the disease، اللي هي بيقول لك respect ال ICE ideas concern expect. ودي ممكن تبدلوها بالايتم رقم 3 اللي موجود في الكتاب اللي هو demonstrated او demonstrate understanding of the patient. والله المريض بتاعك بيبقى جاي حاسس عنده فكرة عن المرض، ممكن تكون فكرة غلط أو صح سمعها من الناس قبل كده، يبقى عنده كونسيرن متوقع المرض ده هيقول بيه المرض ده الكرسي بتاعه ماشي ازاي واعتقاده. كمان بيكون عنده اكسبكتيشن، بيكون متوقع الكرسي بتاع المرض، ممكن يكون كلامه غلط فأنت لازم تحترم الكلام بتاعه وتتعامل معاه. قلنا لازم يكون فيه بارتنرشيب ويكون فيه فريندشيب وميوتشوال ريسبكت. كمان لازم الكاركترستيك اوف فاميلي، من ضمن الكاركترستيكس اوف فاميلي هيلث ان هي ديل ويز بيشنت ويز بايو سوشيو سايكولوجيكال بروبلمز اند كرونيك ديزيزز. امال مين اولى بالرعايه؟ قلنا في عندنا منتال هيلث لازم نراعيهم، عند كرونيك ديزيزز، الناس اللي عندهم دايابيتس دول بيحتاجوا متابعه باستمرار، الناس اللي عندهم كانسرز ومحتاجين باليتيف تريتمنت. عشان كده قلنا في عنصر تاني قلنا بروفايد باليتيف كير تو بيبل ويز تيرمينال ديزيزز، اللي هم زي الكانسرز مثلا بيبقوا محتاجين، او الامراض اللي بتبقى مؤلمه وخلاص الناس دي في رعايه حياتها فبيبقوا محتاجين باليتيف كير نخفف عنهم. وهتسمعوا اللفظ ده كتير في الشباب في الدروس التانيه. كمان ان الفاميلي هيلث لازم تو بروفايد كير ات هوم اور ات هيلث كير فاسيلتي. والله لو احتاجنا طبيب الوحده الصحيه المريض كبير في السن جرياتريك مش قادر يروح الوحدة لازم يجي معانا. فالكير لازم ممكن تبقى في الهوم وممكن تبقى في الهيلث كير فاسيلتي، وهتعرفوا وهنستخدم اللفظ ده كمان شوية اللي هو ات هوم. ده من ضمن الكيوراتيف رول بتاع الفاميلي فيزيشن، يعني بقولها لكم مسبقا اهو من ضمن الكيوراتيف رولز بتاعته انه بيبقى فيه هوم فيزيتس. طيب كمان عندنا بروفايد انفورميشن تو بيشنت ان ا مانر الاو هيم تو تيك تشارج اباوت هيز اون هيلث كير. يعني لازم اديله معلومات كافيه ان تخليه يهتم بصحته. والله لو راجل موسوس بلاش اقول له كل المعلومات اللي تخوفه لانه هو كده كده هيهتم لانه موسوس، انما لو راجل لا عنده لا مبالاه وهكذا لازم اخوفه اكتر واشحنه انه ياخد باله من نفسه. يبقى انف، لازم المعلومات عندي تكون انف تو تيك تشارج، مش لازم تكون كتيره ومش لازم تكون قليله على حسب الشخصيه اللي قدامي. كمان عندي رقم 8 يوز اكسبرت نوليدج اباوت بروبلم ان ذا كوميونتي. لازم تستعين بالمعلومات بتاعت الخبراء عن المشاكل اللي موجوده في المجتمع، ما جيش اهد كل اللي عملوه واحاول ابني حاجه جديده. الكلام ده ما بينفعش في اي دوله محترمه بس عندنا بنعمله، ان اللي بيجي عاوز يهد كل اللي عمله اللي قبله. انتجريت سكيلفول اند ابروبريت سيرش فور ديزيز. لازم يكون في ابحاث ولازم يكون في عن الـ هو كفاميلي فيزيشن لازم يدور عشان خاطر حتى الليرنينج لازم هو عاوز يطور نفسه ويعلم نفسه. ففي خلال السنه دي اللي ما بين شغله وما بين دراسته لازم يطور نفسه في الفتره دي، فيكون في انتجريت سكيلفول اند ابروبريت سيرش فور ديزيزز. كمان ان من ضمن الرولز بتاعته، هو ده رول مش طبي قوي لكنه يعتبر دور مناجيريال او دور اداري، ان هو ادفوكيت البابليك بوليسي ذات بروموت بيشنت هيلث. والله السياسات اللي بتقولها وزارة الصحة هو بيحاول ينفذها من عشان خاطر يوصلوا للبروموشن اوف بيشنت هيلث. ده بالنسبة للكاركترستكس اوف فاميلي هيلث.
ده سؤال انا معرفش هو مهم ولا لا، ما شفتوش قبل كده في الامتحانات بصراحة. لكن نخش بعد كده على السؤال المهم جدا، الفاميلي فيزيشن، وزيه برضو السؤال المهم جدا هتاخده بعد كده اللي هو الاوكيوبيشنال دكتور. والله يا جماعة الفاميلي فيزيشن، الفاميلي فيزيشن ده او الفاميلي فيزيشنز بالجمع عبارة عن اشخاص بوسز يونيك النوليدج سكيلز اند اتيتيود، يعني شخص اشخاص عندهم مواقف ومهارات ومعلومات. زي ما اتفقنا لازم يكون فيه نوليدج وسكيلز عشان خاطر اقدر اقدم كومبيتنت كير. ذات كواليفايز تو بروفايد كونتينيونج اند كومبريهنسيف ميديكال كير، كونتينيونج اند كومبريهنسيف الحاجتين اللي موجودين في التعريف بتوع الفاميلي هيلث، اند بريفنتيف سيرفيسز تو ايتش ممبر اوف ذا فاميلي. قلنا الرول بتاع الفاميلي فيزيشن، قلنا ليه دور طبي ودور غير طبي. الدور غير الطبي بيسموه الدور المناجيريال اللي هو الدور الاداري، وده بيكون متعلق بسياسات وزاره الصحه، زي بيكون الراجل ده مسؤول عن السوبرفيجن، مسؤول عن التريننج، تريننج للاستاف اللي موجود معاه يعني في المستشفى زي الممرضات مثلا. كمان بيكون مسؤول عن الكوميونتي دايجنوزيس، كوميونتي دايجنوزيس اللي هو السيرفي، يعني ممكن يخرج مع الطقم اللي شغال معاه يعملوا مسح طبي عن اي حاجه، عن مرض معين، ايبيديميك معين وهكذا. اكيورسي اوف امبلمنتيشن اوف ناشونال هيلث، اكيورسي اوف امبلمنتيشن اوف ناشونال هيلث بوليسي، كمان اكيورسي اوف ريبورتس، وكمان مسؤول عن الانتر سيكتوريال او انتر سيكتوريال كوردينيشن. لازم يكون هو الشخص ده المعني ان هو بالتنسيق بين القطاعات المختلفة. يعني لو وزارة الصحة طالبة حملة تطعيم من خلال المدرسة، هيقولوا لهم رتبوا مع طبيب الأسرة او طبيب الوحدة الصحية، هو اللي بيكون مسؤول عن الانتر سيكتورال كوردينيشن. ده بالنسبة للمناجيريال رول اللي هو النون ميديكال رول. الميديكال رول اللي هو بيسموه بريفنتيف وكيوراتيف. بريفنتيف هو البريفنتيف ده بيشمل جواه بروموتيف وبريفنتيف على فكره، عشان كده قلنا عليه ميديكال رول، بيشمل بروموتيف وبريفنتيف وكيوراتيف. فقسمنا الميديكال رول لبريفنتيف وكيوراتيف. طب البريفنتيف زي ايه؟ البريفنتيف ان هو بيبقى مسؤول عن الهيلث اديوكيشن، ودي جزئيه من جزئيات البروموتيف زي ما قلت لكم. عندنا بيكون مسؤول عن الاميونايزيشن، بيكون مسؤول عن الانيشيشن اند يوتيلايزيشن اوف فاميلي هيلث ريكورد. عندنا بيكون مسؤول عن الانفايرومنتال سانيتيشن. عندنا بيكون مسؤول عن الايدنتيفاينج الهاي ريسك جروبس. ده كله من خلال اللي هي مثلا اللي هي انفايرومنتال سانيتيشن والايدنتيفاي الهاي ريسك جروب، ده من خلال انه بيعمل كوميونتي دايجنوزيس، ده من ضمن المانجيريال رول. يعمل سيرفي، من خلال السيرفي هيقدر يحدد مين هم الهاي ريسك جروب، وهيقدر يحدد ان الاماكن اللي محتاجه سانيتيشن، لانه مثلا لو المرض تايفويد مثلا بيشربوا ميه وحشه، فهيقدر يحدد ان المنطقه دي محتاجه انفايرومنتال سانيتيشن من خلال ان انا اوفر ووتر سبلاي كويسه او جود ووتر سبلاي للمنطقه دي وهكذا. كمان من ضمن البريفنتيف رول بتاعه استابليشنج ويل بيبي كلينك، الاطفال اللي هم بيبقوا محتاجين حضانات وهكذا. early diagnosis and appropriate management، زي قلنا في community diagnosis من ضمن المناجيريال، في early diagnosis and appropriate management قبل ما المرض او الكورس يزيد، ده بنعتبره من ضمن البريفنتيف قبل ما يروح للسبيشاليست اللي هو بيكون معني بدرجه كبيره جدا بالcurative services. لكن من ضمن برضه الcurative role بتاعته تريتمنت اوف كومن هيلث بروبلم، قلنا هو بيعمل قبل كده دايجنوزيس وابروبريت مانجمنت. مانجمنت عندنا ان هو من ضمن الكوريتيف رول بتاعته ان هو تريتمنت اوف كومن هيلث بروبلم. والله الانفلونزا، البرد، التايفويد، البلهارزيا، الكلام ده كله هو يقدر يعمله في الوحده الصحيه. كمان هو كونتينوس مانجمنت اوف كرونيك النس، مش احنا كنا بنقول دي من ضمن الكاركترستكس بتاعت الفاميلي هيلث؟ continuous management of chronic illness، الناس اللي عندها سكر مثلا محتاجه palliative care، اللي عندهم كانسر وهكذا. عندنا referral to secondary level، هو راجل الحالات الصعبه بيقدر يوجهها للدكتور الصحيح او للتخصص الصحيح. كمان ان هو deal with emergencies، يظبط الحاجه او يعمل لها الحاجه ويعمل لها early intervention قبل ما نوديها للسبيشالست او نوديها للمستشفى. كمان بيكون الهوم فيزيتس، قلنا provide care at home or at health care facility. ده بالنسبه للرول بتاع الفاميلي فيزيشن. لكن الفاميلي فيزيشن لازم يكون فيه مواصفات كويسه، لازم يكون فيه مواصفات جيده عشان خاطر يقدر يقوم بالدور بتاعه. طب ايه هي الكاركترستكس او الصفات بتاعته؟ لازم يكون الرول بتاع الفاميلي فيزيشن نقدر نقول عليه الفانكشن اوف فاميلي فيزيشن.
بالنسبة للكاركترستكس بتاعت الفاميلي فيزيشن او الفاميلي فيزيشنز بنقول عليهم سيز ذيم سيلفز از بارت اوف ذا كوميونتي نتورك اوف ا هيلث كير بروفايدر، يعني ان هم بيكونوا شايفين نفسهم افراد من المجتمع مسؤولين عن صحة المجتمع وبيشتغلوا في اطار جماعة، مش بيشتغلوا كافراد، لازم بيشتغلوا مع بعض، يعلموا بعض وهكذا، يحولوا لبعض. سي ذيم سيلفز از ا بارت اوف ذا كوميونتي نتورك اوف هيلث كير بروفايدر، الحاله الصعبه يحولها، مش يتنطط ويحاول يفتي في اللي ما يعرفوش. ده بالنسبه للايتم الاول. اثنين، ايبل تو ريسبوند تو سيركمستانسز تشينجز، والله السياسات اتغيرت اللي جايه من فوق، على اساس ان الرؤساء بقوا يتغيروا بسرعه قوي، يعني السياسات اتغيرت من فوق، والله دخلت امراض جديده، فلازم يكون هو able to respond to circumstances changes. circumstances دي ممكن تكون political، ممكن تكون cultural، ممكن تكون medical وهكذا. كمان ان هما provide continuous care to their patients. continuous care، في ناس بيبقى عندهم terminal diseases ومحتاجين care زي بتوع الدايابيتس وبتوع الكانسر. كمان عندنا ان هم بيكونوا اوير اوف ذير سترينثز اند ليميتيشن، لازم يكونوا كده، الصفات بتاعتهم لازم يكونوا اوير اوف ذير سترينثز اند ليميتيشن اند ريكوجنايز وين ذير بيرسونال ايشيو انترفير ويز افشنت كير. هم عارفين حدودهم، عارفين مدى قوتهم كويس، عارفين حدودهم وعارفين امتى يقدروا يفصلوا بين المواقف الشخصيه وبين العملاء او الزباين اللي جايين لهم عشان ياخدوا الخدمه، يعني ما يمنعوش مشكلته مع واحد انه ما يعالجوش صح. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. كمان ان هم لازم يكونوا حكماء. حكماء في ايه؟ في حاجتين، لازم يكونوا حكماء في الريفير، ان هو مش اي حالة تجيله ويحولها ويريح دماغه، وايزلي يوز ريفيرال تو سبيشالست، وكمان يكونوا حكماء في استخدام الكوميونتي ريسورسز، مش اي حاجه محتاج، مش اي حاله مثلا يكتب لها انتيبيوتيك، في حالات مش محتاجه انتيبيوتيك ويقول بقى ده ريسورس موجود عندي، دراج موجود عندي، لا، لازم يكون وايز ويكون حكيم ان هو يستخدم الريسورسز اللي عنده، وكمان انه يعمل ريفير للسبيشاليست. دي من ضمن الكاركترستكس بتاعته. كمان ان هما بيكونوا هاف استراتيجيز فور سيلف دايركتد او لايف لونج ليرنينج. قلنا دي فتره ما بين تعليمه وما بين شغله، فلازم وبحثه عن التخصص، فلازم في الفتره دي يكون عنده استراتيجيات كويسه يقدر فيها يوجه نفسه انه يتعلم من خلال الفتره دي. كمان ان هو ريسبكت اند بيلد اب بيشنت فيزيشن ريليشن شيب، اللي هي لازم تكون ريليشن شيب متميزه بالبارتنر شيب والفرند شيب، وتكون متميزه بالميوتشوال ريسبكت، اللي هي ريسبكت اند بيلد، دي من ضمن الكاركترستكس بتاعته. يكون دكتور عشان يبقى دكتور كويس والناس تجي له، ونقدر نشغل البرايمري هيلث كير والفاميلي هيلث سيرفيسز كويس. كمان ان هم اللي هم الاطباء دول، اطباء الاسره الفاميلي فيزيشن، بيكونوا ريسبونسبل فور تريننج اند بروموت انتر سيكتورال كوردينيشن. دي قلناها، كنا عديناها من ضمن الرول بتاعتها، مسؤول عن التريننج والانتر سيكتورال كوردينيشن. كمان ان هم كونسيدر دي نيد اوف بوث انديفيديوال اند كوميونتي، دي شغلته، ودي من خلال الكوميونتي دايجنوزيس اللي بيعمله والسيرفي عشان يدور على مشاكل واحتياجات الافراد في المجتمع. كمان ان هم نوليدجبل اباوت ناشونال هيلث بوليسيز اند بروجرام، ودي تشمل الدور المناجيريال بتوعهم، ان هم لازم يكونوا عارفين السياسه بتاعت الدوله، مش جاي دكتور كده وخلاص، لازم يكون عارف سياسات الدوله والدوله عاوزه تقدم ايه من خلال البرايمري هيلث كير او الفاميلي هيلث كير فاسيلتي اللي هو موجود فيه. ده بالنسبه للفاميلي فيزيشن. طيب عندنا في موضوع مهم جدا اسمه البيزك بينيفيت او البيزك بينيفيت باكج اوف فاميلي، اللي بيختصروه بي بي بي. ده على حسب هما بنقدم individual services ولا بنقدم community services. والله لو بنقدم community services، يعني خدمات بقدمها في المجتمع وتوصل للناس كلها، ما بروحش لكل واحد بيته او بديها لكل فرد في ايده. ال control of communicable diseases، والله لو عندي مرض زي البلهارسيه مثلا، ده اقدر اتحكم فيه من خلال المجتمع، مش هروح لكل بيت وادي له حاجه. كمان عندي فيكتور كنترول، اقدر ارش حاجات في الجو او اقدر اعمل اي حاجه، اقدر اخلص الكوميونتي كله من الفيكتورز اللي بتشل الامراض. وفي درس كبير اسمه ديزيز ترانسميتد باي ايرث روبوت. عندي انفايرومنتال سانيتيشن والسوبرفيجن اوف فود، الاربعه ايتم دول اللي هي البابليك هيلث سيرفيسز اللي موجوده في البيزك بنفيت باكج. الانديفيدوال سيرفيسز دي على حسب بقى الانديفيدوال ده مين، ممكن يكون تشيلدرن، ممكن يكونوا ماذرز، ممكن يكونوا اي ايدج تاني. خدمات ممكن اقدمها تنفع بقى للصغير والكبير والمراهق والجيرياتريك وكل دول. فالانديفيدوال سيرفيسز اللي بنقدمها للتشيلدرن مين بالترتيب كده، من ساعه ما يتولد، نيونيتال كير، اميونايزيشن، مونيتورنج جروس، ده كله بالترتيب، حاجات بعملها واول ما يتولد بعمل له كير.
بعد كده بديله تطعيم. والكلام ده والله كنت شرح جميل جدا، على الاقل من وجهة نظري يعني، في درس الشرح. نيونيتال كير، ايمونايزيشن، مونيتورنج جروس، سبلمنتيشن وذ فيتامين اي اند ايرن. ده بالترتيب. لقيت المريض حصل له بقى فيه سيكنس وكده، فيبقى فيه انتجريتد كير اوف سيك تشايلد. كمان ان انا اعمل ايرلي ديتكشن لديسابيليتي، خاصه ان الناس اللي ما بياخدوش تطعيمات شلل للاطفال وهكذا. طيب بالنسبه للمذرز، الكير اللي بقدمها لهم، والله اقدر اقدم لهم انتي نيتال كير، اقدر اقدم لهم نيتال كير، اقدر اقدم لهم بوست نيتال كير، اقدر اقدم لهم بري كونسبشنال كير، اقدر اقدم لهم انتر بريجنانسي كير، اقدر اقدم لهم لو هم ستات ان انا اعمل ايرلي ديتكشن للنيوبلازمس، خاصه الكانسر بريست والكانسر سيرفكس. كمان ان انا اعمل لهم تيتانوس اميونايزيشن، ودي من ضمن الحاجات الانتي نيتال كير. فهي ممكن الحاجات دي بالتفصيل في دروس ليها يعني، في درس مسؤول عن التشايلد هيلث، درس كبير، وفي درس الريبرودكتيف هيلث. الحاجات دي لما هتاخدوها هتقدروا تكتبوا في الحتت دي بالتفصيل من غير ما تحسوا ان فيها صعوبه. فور اول ايجز، الخدمات اللي اقدر اقدمها لكل بغض النظر عن الفئه العمريه، ان هو اقدر اعمل بارازيتك ديزيز كنترول لكل، طبعا هيستفيد منها كل الاعمار. المينتال بروبلم هيستفيد منها كل الاعمار، خاصه الصغيرين والكبار قوي، دول اكتر الناس بتتعرض لمشاكل من النوع المينتال. كمان ان كلهم بيتعرضوا لامرجنسي كل الاعمار، فاقدر اعمل ديلينج وذ امرجنسي. كل الاعمار اقدر اعمل لها سيمبل سيرجيكال بروسيدور، اقدر اعمل لها حالات ستيتشز لو حصلت لها مشاكل من دي. طبعا الانديميك اند كوميونيكابل ديزيزز يدخل ضمنها البارازيتك ديزيزز، بيستفيد منها كل الاعمار مش بس التشايلد، مش بس التشايلد والماذر. يبقى البيزك بينفيت باكج على حسب انديفيدوال ولا بابليك كوميونيتي. والله لو بابليك سيرفيسز بقدم لهم 4 خدمات اللي احنا عديناهم دول، لو انديفيدوال هو على حسب تشيلدرن ولا ماذر، ولا خدمات اقدر اقدمها لكل الايدجز. طب الليفلز اوف فاميلي هيلث عندي فيرست ليفل، سكند ليفل، ثيرد ليفل. ما تقولوش برايمري وسكندري وتيرشري، لا، فيرست سكند ثيرد. الفيرست ليفل ده تيبيكال البرايمري هيلث كير ليفل او البرايمري هيلث كير تيبيكال البرايمري، لكن السكند مش هو السكندري. لكن عندي السكند ليفل والثيرد ليفل، الاثنين مع بعض بيمثلوا السكندري هيلث كير، السكندري هيلث كير سيستم، اللي هما السكند ليفل في الفاميلي هيلث والثيرد ليفل، الاثنين مع بعض بيمثلوا السكند، عشان ما تتلخبطوش. الفيرست ليفل يقول لك ان اقدر اقدم خدمه في حدود من 5000 ل 20000، السكند ليفل حدود من 50000 ل 100000، الثيرد ليفل في حدود 100000. وبيكون كمان عندي امبيشنت سيكتور، بيكون فيه 1 بيد فور 1000 انديفيديوال. قلنا الثيرد ليفل بيقدم خدمات في حدود ال 200000 شخص. طيب ده بيقدم، قلنا الفيرست ليفل بيقدم اللي هو اوت بيشنت سيرفيسز، والبرايمري هيلث كير سيرفيسز اللي هم الثمانيه اليمنت اللي احنا كنا قايلين عليهم. السكند بيقدم هم نفس الحاجات دي، زائد بيقدم جنرال سبيشاليتي سيرفيسز او جنرال سبيشاليزد سيرفيسز اللي كنا قلنا عليها قبل كده، جنرال انترنال ميديسين، جنرال سيرجري وهكذا. لا، ما فيهوش جنرال سيرجري يا جماعه، عفوا. كمان بيكون في بعض اللابوراتوري والراديولوجي سيرفيسز. كمان الثيرد ليفل يقدر يقدم لي سبيشاليزد كيوراتيف سيرفيسز، زائد انه بيقدر يقدم لي البرايمري هيلث كير سيرفيسز، وبيقدم لي ايمرجنسي سيرفيسز. ده بالنسبه للليفلز اوف فاميلي هيلث سيرفيسز. في درس مش مهم قوي اسمه الفاميلي هيلث ريكورد، بس تعرفوه عشان الشفوي، ولانه ممكن في شفوي يسالك ايه يا ابن الريكوردز اللي عندك في المنهج. ولو حبيتوا تعرفوه انا شرحه بالتفصيل في الدرس الطويل اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو البرايمري هيلث كير، كنت شرحه بالتفصيل في حدود من 4 ساعات ونص ل 5 ساعات. لكن تعرفوا التعريف بتاعه يا جماعه يعني بسرعه كده، هو بيعتبر المرايه بتاعتنا. لما اقدر اشوف الريكورد اللي موجود في الوحده الصحيه، يبقى ده المرايه بتاعتي للخدمه اللي انا بوصلها للمجتمع. It is the mirror to the general health status of the person and the community. ده التعريف بتاعه. ليه importance؟ لما ابص في الفايلات اللي موجوده في الوحده الصحيه على الكمبيوتر، اقدر اعرف ايه اكتر مرض موجود عندي، اكتر ناس بتشتكي، فاقدر اعرف ايه هي الامراض الكوميونيكابل عندي، اقدر اعرف مين اللي هم الهاي ريسك عندي. فعشان كده بقول ان هو بيز فور بلاننج، البلاننج دي تستفيد منها الدوله انها تقدر تعمل خطط بعد كده، خطط خمسية أو خطط مستقبلية، يقدر يستفيد منها الطلبة بعد كده اللي بيعملوا أبحاث عشان الماجستير والدكتوراه. فهي بيز فور بلاننج، مين اوف كوميونيكيشن بتوين فيزيشن
اند اذر بروفيشنالز، لان البروفيشنالز مثلا اللي عاوزين يعرفوا تفصيله معينه، او البروفيشنالز المراقبين من وزاره الصحه هم اللي بيقدروا يتكلموا مع الطبيب في المساله دي، يبقى هو بيس فور بلاننج مين او بلاننج مين اوف كوميونيكيشن بتوين فيزيشن اند اذر بروفيشنالز. كمان ان هو قلنا بيس فور ستادي اند اناليسيز اند ايفالويشن، قلنا اللي عاوز يتعلم بيتعلم او عاوز يعمل بحث بيجي من خلال الفاميلي هيلث ريكوردز اللي موجوده، مش طبعا ما بتبقاش في وحده صحيه واحده، لا في عدد من الوحدات في منطقه معينه. فهو عشان ده لان هو بروفايد الكلينيكال داتا يوسفول فور اتش فيزيت اور فور ريسيرش اند اديوكيشن، مهمه للتعليم والريسيرش، وكمان الفيزيتس بتاعت الناس اللي جايين من فوق، الناس اللي جايين من الوزاره، وكيل الوزاره، محافظ، الناس دي. كمان ان انا لما يبقى عندي فايل او ورقه فاقدر اعمل بروتكشن للليجل دكتور بيشنت ريليشن شيب، ما يقوليش ده الدكتور ده ما بيقدمليش خدمات، والله لما يبقى عندي ريكورد مفتوح باسم الراجل ده وفي بياناته وفي وفي وفي، فاقدر اقول ان انا بقدم خدمه الراجل ده بيدعي عليا. كمان ان هو وسيله من وسائل الكوميونتي دايجنوزيس، لما بعمل سيرفي مش لازم كل حاجه ادخل اعد البيوت كده زي في السنسس، لا ممكن اروح للوحده الصحيه، ده خاصه لو الوحدات الصحيه شغاله كويس وبتقدر تلم لي بيانات كويسه، فممكن تكون الوحدات الصحيه وسيله اسهل من وسائل الكوميونتي دايجنوزيس والسيرفي. ده بالنسبه للامبورتنس بتاعت الفاميلي هيلث ريكورد. في ليه استراتيجيات ان انا لازم اعمل انشورنج للكونتينيوتي، لازم اعمل انشورنج لليونيفورميتي، لازم اعمل انشورنج للكومبريهنسيفنس، لازم اعمل انشورنج للايكويتي، وتحتهم الايتمز بتاعتهم يا ريت تقروها مجرد قرايه. هو ليه كرايتيريا لازم تكون متواجده فيها عشان خاطر اقول ان انا عندي جود فاميلي هيلث ريكورد. الكرايتيريا اللي عندي دي اللي هو ايزلي ريترايف، يعني سهل استرجاعه، يعني الدكتور اللي هيجي بعدي يقدر يطلع عليه ويفهم اللي موجود في الفايلات، او انا نفسي لو جيت افتحه مره تانية او يكون الموضوع سهل عليا، او لو جات لي زياره من اعلى مني عشان خاطر يطلعوا على البيانات يقدروا يشوفوها، فيكون اذن ريترايب ده، وبمعنى ان هو يكون كلير كونسايز، يعني دقيق وواضح وسهل ان انا تشوفه مكتوب بخط كويس، يعني نيو رومان 18 او 16 في الحدود دي، هايلي فيزيبل تو اللو افكتيف اند افيشنت باي مين، باي فاميلي فيزيشن نفسه اور هيلث بروفيشنالز لو جاي له. كمان يكون في ليجابيليتي ان هو بمعنى يكون اكوريت ويوسفول، لازم يكون دقيق ومفيد، بيقدم لي بيانات اقدر استفيد بيها، دي عشان اقدر اقول ان انا عندي جود فاميلي هيلث ريكورد. الاوديتنج اوف فاميلي هيلث ريكورد ازاي بقدر اعمل له تقييم واسسمنت، الخطوات اللي بقيمه عليها بقيمه من خلال خطوه الفايلنج انيشيشن، الفايلنج يوتيلايزيشن، والفايلنج انتجريتي. فايلنج انيشيشن يعني انا فتحته، طب كملت كل البيانات اللي فيه ولا ما كملتهاش، كومبليتنس اور ابروبريتنس. فايلنج يوتيلايزيشن يا ترى انا بستخدمه استخدام كلي ولا استخدام جزئي ولا ما بستخدموش اصلا، يعني توتالي يوتيلايزد، بارشلي يوتيلايزد، ولا ان يوتيلايزد. كمان الفايلنج انتجريتي مدى التكامل بتاعه، والتكامل بتاعه بقدر احدده من خلال تكامل كوانتيتيف وتكامل كواليتيتيف، كمي وكيفي. والله الكمي بيقدر يقول لي ان في هيلث تيم بيرفورمانس لو حاجه كويسه، يعني لما الاقي عندي عدد الفايلات كتير لا يبقى انا عندي الناس اللي موجودين في الوحده الصحيه شغالين، يبقى انا قيمت الهيلث تيم بيرفورمانس. طب الكواليتي الجوده بتاعته اقدر اقدم الكاستمر ساتسفاكشن، لان لما بيكون هو مبسوط من الخدمه اللي بتتقدم له بيقدر يتكلم وبيقدر يقول كل البيانات بتاعته من غير خوف ومن غير ترقب. كده المفروض ان انا كنت اختصر اكتر من كده كمان على حسب الكلام اللي هم كانوا قايلينه لي، ما قدرتش اعمل اكتر من كده، حتى انا بحس ان انا بقرا لكم اللي في الكتاب وبترجمه بس، لكن في درس تاني لو حبيتوا ترجعوه هو نفس الدرس ده، انا شرحه في اول 4 ساعات ونص بالتفصيل لو حبيتوا ترجعوا له في معلومه انتوا مش ما فهمتوهاش، ده بس مراجعه كده عشان خاطر قبل الامتحان. شكرا لكم، واقابلكم في درس جديد.